تأمل حياتك، ستجدها كلها مبنية على مقاييس دقيقة. منزلك، هاتفك، ملابسك، سيارتك، وقود سيارتك، طريقك، مكونات طعامك، استهلاكك للكهرباء وللمياه وللغاز، أغراضك الثمينة وأغراضك العادية، ألعاب أطفالك، أدوات العناية الشخصية، حتى صحتك، العناية بها تتطلب حسابات دقيقة. ليست حياتك فقط، بل العالم كله يعتمد على المقاييس في المعاملات التجارية الدولية والعناية بالبيئة، المعايير الصناعية، المعاملات المالية وغيرها الكثير. خطأ بسيط قد يؤدي لخسائر كبيرة، أحيانا قد تصل لخسائر في الأرواح. إن مهمة الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للقياس والمعايرة هي ضبط ومعايرة تلك المقاييس، حيث تسند لأكثر من جهة حكومية بالدولة مسؤولية فرض قوانين ولوائح إلزامية لضبط أدوات القياس في كافة المجالات، حيث أن حياتنا اليومية، صحتنا، سلامتنا وسلامة عائلتنا، وحتى تحسين بيئتنا، كلها تعتمد على إتقان العاملين بمجال القياس لعملهم. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تفخر بأداء تلك المهمة في المملكة، لتعزز بها حماية المستهلك وترفع من شأن الاقتصاد الوطني.